هاتف من شركة سامسونج يجي بقيمة تتدرج من 900 دولار إلى 1200 دولار، وبذاكرات تتدرج من 128 إلى 512 إلى 1 تيرا. 1 تيرا؟ فشي جدا مبالغ فيه. بما انه بالحلقه اللي فاتت المايكات كانت عوج، فخلي اعدلها قبل ما ابدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم عندنا حلقه تخص اهم هاتف من شركه سامسونج، الاس 10 بلس. الاس 10 بلس اجى بسعر مختلف وجاب ذاكرات مختلفه وجاء بانواع طرازات مختلفه، من ضمنها البلاس ومن ضمنها العادي ومن ضمنها الاي. فكل هذه راح نتناقش عليها بهذا الموضوع، لكنه اهم ما يدور بحدث هذه الحلقه انه راح نسوي انبوكس للعلبة الكبيرة ونتعرف على المحتويات اللي تجي بداخلها. هذه شغلة. الشغلة الثانية راح نركز على المواصفات اللي غيرتها الشركة سامسونج، ما راح نسويها في مراجعة تقليدية مثل موجودات على اليوتيوب، يعني ريفيو عادي. راح نركز على النقاط اللي هي غيرتها شركة سامسونج وقالت انه هذه اهم نقاط، من ضمنها البصمة اللي مدمجة بالشاشة، من ضمنها الكاميرات اللي موجودة، من ضمنها الوايرلس شارجر، الوايرلس شارج اللي هو ممكن من خلال الشارج اللي موجودة انه انت تقدر تنطي مشاركة للشحن من خلال انه انت تلامس جهازين مع بعض من الخلف، راح تقدر تنقل الشحن من هاتف لهاتف اخر، او تقدر تشحن الساعة اللي تجي مدمجة مع الهاتف. فكل هذه اللي سولفت بيه راح يوجد بهذه الحلقة. ما طلع عليكم مقدمة، يا رب تكون الحلقات اللي نالت اعجابكم ان شاء الله يا رب. اكو حلقات الاي 50 والام 30 اللي ذكرتهم لي قريبا، فخلنا نشوف حلقتنا لهذا اليوم. وهذا امامنا مثل ما لاحظ احنا معاكم الفول باكيج او العلبة الكبيرة اللي وصفناها، تحتوي على 3 علب بداخلها، واحدة من عندهن علبة الاس 10 بلس الرسمية اللي تجي مع الشركة، اللي هي بدورها تحتوي على الهاتف وملحقات الاساسية. اللي ياخذ الهاتف بدون حجز ممكن يحصل على هذا الشيء فقط، لكنه عندنا محتويات الهدايا اللي تجي من شركة سامسونج او من فرع جبال الوكيل حصري في العراق. هنا عندنا 3 ستيكرات ممكن تتعاني عندما تفتحها، لكن المحتوى اللي بداخله محتوى يستحق هذا التعب. عندنا دول شارجر وايرلس، هذه اللي تلاحظونها امامكم بهالشكل، هذا اللي هو يحتوي على مكانين للشحن اللاسلكي، واحد بالشكل العمودي والثاني بالشكل السطحي، اللي يمكنك من شحن الهاتف زائد شحن الساعة اللي تجي، زائد علبة صغيرة تحتوي على الكيبل اللي وقع امامكم، زائد كويك شارجر اللي هو ممكن يوصل الشحن للعلبة. اما العلبة الثانية فهي تحتوي على الواتش او الساعة اللي ممكن تكون بهذا الشكل، اللي هي شوي اكبر من الساعة اللي تجي مع الاس 10 بلاس. الساعة اللي تجي معها ممكن نقول انه هي برو يعني من ناحية الحجم. وبصراحة هذه الساعة تحتوي على مميزات جدا راقية، عندما تعرفها وعندما تكمل اعدادها وتضبطها مع الهاتف راح تشوف انه الميزات اللي موجودة من تلقي مكالمات ورسائل وضبط وطقس ومستشعرات للبصمة ومستشعرات العفو، ممكن تكون نبضات القلب وعدد الخطوات، فشي جدا راقي. عندنا المحتويات اللي تجي معه هو وايرلس شارج ممكن يدعم هذه الساعة، زائد السير ممكن يكون هو مثل ما نقول احتياطي لهذا الشيء. اما بالعلبة الرسمية الخاصة بالهاتف عندما نقوم بفتحها راح نشوف اهم محتوى هو الهاتف. انا اخترت هنا باللون الازرق اللي اخذه بعض المستخدمين اللي وصاني على هذا اللون، فهنا أنا حاضر معانا، زائد كويك شارجر يدعم الشحن السريع، زائد كيبل من نوع شحن، زائد اي كي جي هو هيت فون من الاعتاد الفخم الشركة سامسونج. بصراحة هذا اللون يعجبني لانه ينطيك نشعة باللون نفسه، زائد يحسك انه هذا هاتف جدا ثمين، يعني كأنما هو قطعة فد لعبة فد شي يعني نازك، من تلقى عليه نظرة تحس انه هو اكبر من شي اسمه هاتف. اما بالنسبة للشاشة فهنا أنا محل الجدل، ممكن أنا نتحدث عن شاشة 6.4 انش كوات اتش دي بلاس، تعمل بتقنية الدايناميك أموليد اللي يتخصص لك ألوان جدا جميلة بالعرض.
طبعا تجربة الصوت من التجارب الرائعة بصراحة، انه انت تحس عندك صوت مجسم، ممكن هو يخرج من منفذين للصوت، الاسفل هو الجرس وبالاعلى هو عبارة عن محاكي اللي هي نفس سماعات الاتصال. هذه المراجعة هي مراجعة الاس 10 العادي اللي سويت له مراجعة بالفترة اللي سبقت، يعني الوان جدا جميلة عدمة تلقي والدايناميك مفعل بصورة صحيحة مثل ما نقول. اكو اضافة على الشاشة، انت تستمتع فعلا عدمة تشوف بالعين المجردة، هنا أنا كاميرا لكن هنا أنا عين مجردة انا قاعد اشوفه، عندي فد امسات جدا جميلة، حتى الفول سكرين عندنا ممكن يكون انت هنا عندك اختصاص لكنه انا اشوفه قليل. يعني بصراحة القصر اللي استعملته شركة سامسونج تقنية الليزر كانت في شيء جدا جميل، يعني تحسك انه هنا ما عندنا فد انتقاص او شيء، فد موديل او فد شيء جدا رائع. طبعا بالنسبة للكاميرات اللي موجودة انا اعتبره هو عبارة عن ناش لكنه تم التعديل عليه، ممكن هاي الكاميرتين تكون هي هنا بهالجنب، فشركة سامسونج سحبتها حتى تكون شيء عصري وتواكب 2019. ثاني شيء ممكن نركز عليه ونقول انه تغير فعلا بهاتف الاس 10 بلاس الكاميرات اللي موجودة على الهاتف، عندنا باختصار كاميرتين امامية وثلاث كاميرات خلفية. ممكن احد يسألني شنو هاي ثلاث كاميرات، فباختصار انه هنا ثلاث كاميرات، واحدة من عدن راح تكون زاوية عريضة اذا انت راح تصور مكان وقريب عليك المنظر فهي تنطيك زاوية عريضة، وهذا الشيء اللي تلاحظونه بالتجربة امامكم. اما الكاميرتين البقية هنا كاميرات، واحدة راح تكون ككاميرا عادية ممكن نستعملها احنا، والكاميرا الثانية راح تكون كاميرا تنطيك 2X للبعد الثاني. هذه الكاميرات راح تكون 2 من عدم دقة 12 وواحدة من عدم دقة 16 الأساسية، وكاميرات أمامية همات نفس الشيء، ممكن ان كاميرتين ينطنك نفس الشيء، واحدة بالبعد العادي والثاني وايد انجل، واحدة بدقة 10 والثانية بدقة 8. هذه امامكم الاي او اس اللي هو المثبت البصري المستعمل شركة سامسونج بالكاميرا الخلفية، وانطاني اداء جدا جميل. باختصار هن هذين الكاميرات والشرح الاحترافي يكفي. اما بالنسبة للوايرلس شارج اللي ممكن خلاله انه انت تقدر تنطي شار انه انت تشارك الشحن، يعني تبعث شحن من جهازك الجهاز اخر عن طريق ملامسة الجهازين مثل ما تلاحظون مع بعض، وتفتح هذه الخاصية. باختصار تقدر انه انت تشحن جهاز ثاني من هذا الجهاز، او تقدر انه انت تشحن الساعة من هذا الجهاز. هذه خاصية جدا جميلة وانا بالنسبة لي عجبتني، وحسها من الشغلات اللي ضافتها شركة سامسونج على سلسلة التغييرات. هنا عندنا محل الجدل كشغلة ثالثة، البصمة اللي موجودة بصمة مدمجة مع الشاشة نفسها او تحت الشاشة، وهذه بحد ذاتها هي طفرة بالتقنية 2019، لكنه شركة سامسونج صرحت انه هذه البصمة هي ممكن انه تعمل باجواء الرطوبة او الماء، بما انه هذا الهاتف بيه ميال IP68 يعني انه هو مقاوم للماء، تقدر تستعمله تحت الماء، فلازم انه يكون مقاوم البصمة او تقدر تفتحها بهذه الظروف. وبصراحة عد ما جيت وجربت هذا الشيء مثل ما تلاحظون رشيت، ممكن يكون هذا اللي امامكم السائل بنسبة املاح خفيفة وكان نتيجة فشل، رحت حتى اجيب سائل هو ماء فقط يعني H2O باختصار، وجيت حتى ارش هذا الماء مثل ما تلاحظون واجرب البصمة حتى اشوف انه هل هذا الحكي صحيح او لا. اكو يوتيوبر قالوا انه صحيح لكنه انا ما اكتفيت بالنظر، فاجيت حتى اجرب هالشي هذا وشفت انه شيء فاشل مثل ما تلاحظون امامكم. بعد هي قمت بتنظيف هذه الشاشة وجربت البصمة واشتغلت طبيعي، بمعنى انه هذا الشيء كان فاشل بالنسبة للاس 10 بلاس. واتمنى انه استفادين الشيء من هذه الحلقة، نلتقي بحلقة قادمة في امان الله.